إذا مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، بالضبط فضاء المسيرة جوج، حيث مباراة قوية غادي تجمع الآن صغار المنطقة انطلاقا الآن لفريق الأحمر. يعني أكيد مشاهدي قناة شو تي في غادي نتمتع معنا بمباراة جميلة غادي تجمع المواهب ديال هاد المنطقة، منطقة مولاي رشيد، المنطقة الولادة، المنطقة الغنية بالمواهب الرياضية. كما كنقولوا مشاهدي قناة شوف تي في، فالكل الظروف الآن ولات مواتية للأندية باش أنها تجي وتقلب على لاعبين. كما تشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، الكل في انتظار الكرة. أخيرا يعني الكرة تم إسقاطها بعد ما وقلات في الشباك. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، المواهب منطقة مولاي رشيد فهما كثار في المنطقة، خصوصا يعني بتوفر عدد كبير من الجمعيات الريادية كتشتغل على مستوى الأطفال الصغار. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، الكرة الآن عند الحارس. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، تنظيم جيد لهذا الدوري. خطأ الآن كان ديال الحارس، دقة كما كتشوفوا كيوصلوا الكوطو وتدخل الحارس بعد ما كان صاحب خطأ الأول. الحكم يعني كيطمئن على اللاعب قبل من أنه يطالب باستمرار المباراة. حارس مباشرة وتدخل الدفاع، الحكم كيعلن على الشرط لفائدة الفريق الأحمر. كرة عند وليد، قرب يعني بالصدر بطريقة رائعة. كرة عند يوسف، كان الحكم على حتى شي حاجة وقدفة بعيدة. دائما مشاهدي قناة شوف تي في، فطيلة شهر رمضان المبارك عملات قناة شوف تي في على تغطية جميع الدوريات الرمضانية في مختلف مدن المملكة. وكما كتشوفوا معنا النموذج هنا الآن من منطقة المسيرة جوج، يعني كما كتشوفوا معنا مشل المواهب الرياضية فضاء المسيرة جوج، فكيتوفر على العديد من المؤطرين اللي راكموا تجارب رياضية كبيرة على المستوى الفرق الوطنية
على سبيل الذكر هناك من كان كيمارس فريق رشال البرنوسي أولمبيك البيضاوي أو جمعية الحالي سابقا، بالإضافة إلى رجاء ابن ملال اتحاد قيب الصالح، فلائحة طويلة مجموعة من الشباب بالإضافة إلى اتحاد البيضاوي، فارتأوا هذا الشباب أنهم يأسوا جمعيات ريادية وأنهم يأطروا كما كتبوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. المباريات هنا في فضاء المسيرة جوج فهما بشكل سنوي، يعني ما كيتسناوش فقط دوري رمضان من أجل تنظيم هذه الدوريات. بس مقص صراع الآن الكرة، وليد وسط ثلاث لاعبين، هذه رسالة كذلك للأندية الرياضية أنها تجل الأحياء الشعبية وتشوف المواهب، يعني ما نبقاوش نتسناو فقط اللي كيجي يخلص هو اللي غادي يلعب، لكن كما كتشوفوا الأحياء الشعبية ف طفل يعني العمر ديالو 12 سنة وكيلعب في هذا المستوى ومحاولة خطيرة ما حكم علينا لا حتى شي حاجة، يعني كان اصطدام قوي ما بين الحارس واللاعب. خطأ الآن كان للحكم، محاولة والهدف الأول، طريقة جميلة كيف قاطع اللاعب وليد أنه يسجل هدف كما تتبعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، وكنتمنوا أنكم تعطوا تعليقات يعني تحفيزا لهاد الوليدات هادو لأنهم كيستاهلوا منا يعني لكل الدعم. وليدات رشاو أنهم ينخرطوا في مجال كرة قدم، عوض أنهم يعني يديروا شي رياضة أخرى أو ماشي غير رياضة، بل الرياضة كلها يعني حال حال الأولى. أما عرضة للشارع أو العديد من الأمور. الحكم في طالب إعطاء الأمطار القانونية، محاولة الآن الحارس كيطلب من الحائط أنه يتقاد مزيان، محاولة الآن تنفيذ ضربة خطأ وتدخل الحارس، تدخل الحارس بطريقة حراس كرة اليد تأيم النتيجة 1-0 فارق أحمر على الفريق السماوي. حاول الآن لتسجيل الهدف الثاني، لاعبين كان كيطالبوا بخطأ لكن الحكم ما لم تلت حاجة. المباراة متحركة شيئا ما، كيبان يعني التفوق من الناحية البدنية للفريق الأحمر على الفريق السماوي، كتبان كذلك الآن بدأت كتبان السيطرة على مستوى أرضية الملعب. الآن وتدخل الدفاع، لا
كان فعلا لا خطأ للاعب أمير. وراء الكرة الحارس كرة بعيدة محاولة وركنية بعد تدخل الحارس. دائما النتيجة 1-0 فائدة الفريق الأحمر. يعني المحاولة كانت خطيرة لكن خارج الملعب. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة تيفي، منطقة مولارشيد كتوفر على العديد من الملاعب الرياضية المعتوشة شباب عوش الاصطناعي. فقط لازم على الجهات المسؤولة أنها تقوم بعملية صيانة مختلف الملاعب هنا منطقة مولارشيد، لأن يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فمنطقة مولارشيد خزان بالمواهب الكروية. فقط خاص المسؤولين يعتنيوا بهذه الفئة. طبعا خطأ الآن لفائدة الفريق السماوي. محاولة خطيرة والكرة كتصادم بالعارضة. طريقة ديال تنفيذ ضربة الخطأ كانت طريقة جميلة. دائما 1-0 هجمة الآن لفائدة الفريق السماوي. استطاع أنه يتمكن منها هجمة الآن مضادة محاولة التسديد وتدخل الدفاع. كرة الآن في الشرط. حاول وكرة بعيدة بعيدة من مرمى الحارس. دائما النتيجة 1-0 فائدة الفريق الأحمر خلال هذه المباراة القوية الخاصة فئة الصغار من منطقة مولارشيد. مشاهدي قناة شوف فيكم كتبوا معنا يعني ندية كبيرة خلال هذه المباراة. تدخل الفريق جميلة باش استطاع أنه يحصل على الكرة. دائما هجمة الألف فائدة الفريق الأحمر قذفة وتدخل الحارس. مباراة باش تتحرك في أنماء. ركنية وقذفة بعيدة. اللاعب أحمد كيقذف وكرة بعيدة. الحكم ما كاينش الشهادة. دائما النتيجة 1-0 مشاهدي قناة شوف تيفي. فمشكورين كل زملاء القناة على المواكبة أو التغطية ديال مختلف الدوريات عبر ربوع المملكة. دائما المشكل هذا المباراة
محاولة وكرة بعيدة خارج الملعب. محاولة وتدخل الحارس طارق زميلة، كرة كانت مباغتة من الحارس. الكرة الآن ضائعة. فكما كتبوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، هذه اللجنة التنظيمية للسهرة على الدوري. فكما كتبوا معنا لاعب السابق صفوف فريق الرشاد البرنوسي ورجاء ابن ملال يوسف قلصاني، وكذلك اللاعب حسن قاسي ملقب بريسلي لاعب سابق فريق جمعية الحليب وكذلك نادي الأهرام، بالإضافة إلى الزافودي أحد الناشطين في مجال التنشيط الجمعوي والريادي. الآن دائما مباراة الشوط الأول ديالها يعني أقل من 3 دقائق على نهاية الجولة الأولى، دائما التفوق للفريق الأحمر، محاولة وتضيع أمام المرمى دائما. كرة مباشرة وتدخل الدفاع. حاول والكرة كتتسطم بالعريض يعني يضيع الهدف التعادل بشع. الكل كيطالب ضربة جزاء، الحكم شاف والو. قدفة وتدخل الحارس. هلا
كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا معنا المواهب الرياضية هنا في منطقة مولاي رشيد مازال مستمرين في المباراة القوية اللي النتيجة ديالها دائما 1-0. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، إلى هنا وصلنا لنهاية ديال هذا البث المباشر، على أمل لقاء بكم بث مباشر آخر، وشكرا. هدف التعادل في هذه اللحظات.